بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والديمان والدماتوشي إنه سلا أبنتنا سلا عقيدانا سلا أبنات ويم سلا إيمان من النقاق قربات تما تكتاتاي كفل تمرتات شنمي هنا ግሪህ ባለፈው ትምህርት ላይ ወይም ክፍል ላይ ለማየት እንደሞከርነው ፍጡራንን ድረሱልኝ ወይም አገዙኝ ማለት የሚቻለው መቼና እንዴት ሲሆን ነው የሚለውን ሰፋ ባለመልኩ ከነምሳሌ ተመልክተናል፣ ከነማስረጃውም ጭምር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ ሌላ የዒባዳ አይነት ነው፣ አምልኮት ውስጣዊና ውጫዊ አምልኮት አለ ብለናል። ብዙ ጊዜ ሽርክ ችግር የሚፈጠርባቸው ከአምልኮት አይነቶች መካከል የመጀመሪያው ዱዓ ነው ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ቀጣዩ አልኸውፍ ነው። ኸውፍ ማለት ምን ማለት ነው? ስጋት ይሉታል። ስጋት ለሁለት ይከፈላል። ኸውፉ ዒባደትን ወኸውፉን ጠቢዒ። ኸውፉ ዒባዳ አምልኮታዊ ስጋትና ተፈጥሯዊ ስጋት ይሉታል። ተፈጥሯዊ ሲባል በተፈጥሮ ሰው ሊፈራቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ። ፈኸውፉ ዒባደቲ ሁ አምልኮታዊ ፍርሃት ወይም ስጋት የምንለው ምንድን ነው? እሱ አልኸውፉ ሚነላሂ ተዓላ አላህን መስጋትና መፍራት ነው። ምን አይነት ነው ግን ፍርሃቱ? አልሙተደሚኑ ሊዙል ወልመሐበቲ ወተዕዚም መተናነስን መውደድንና ማክበርን ማላቅን ያቀፈ የፍርሃትና የስጋት አይነት ነው። የምትፈራው ከአላህ ከዚህ አይነቱ አካል ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለምታከብረው ስለምትወደው ተናንሰህለት ከልብ በመነጨ መተናነስና የአምልኮት አገላለጽ ነው። ይሄ وهو من افضل العبادات ከአምልኮቶች ሁሉ ምርጥ የሚባል የአምልኮት አይነት ነው። قال الله عز وجل الله من يلال انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه انه انتو شيطان ነው ይሃቹ ይላል شيطان ነው وداجوتشن ياسفرار قالوا أهل العلم بمعنى يخوفكم بأوليائه بوداجوتشو ياسفرار راتشوهل أولياء الشيطان اللو الشيطان وداجوتش بسو ياسفرار راتشوهل ان نتفروا ان نستقواتشو لباوي فرهاتنا سقاتن يجرباتشوهل من على الله فلا تخافوهم الناسون ان لا تفراتشو وخافوني إن كنتم مؤمنين ونتنيا من يشكوناتشو أنين بتشا فروني لالله سبحانه وتعالى. إذن من على الناس هنا تفروا نين بيتها فروا عملك وتاوي فرات كانوا شياطين وش من يارق قالوا سوتشن بولي وش هاتشو أولياء الشيطان ميبالوا قالوا جن وشنا بمسا السلوت سوتشن ماس فرارتي مكرال إلا كفاها ليا أدقا يدر سباها ليا مسا السلوت نيال الله سبحانه وتعالى بوتا تستوى اتشوالي أنين فروا نجزيانة لباوينا ሚስጥራዊ ልዩ ፍርሃት እና ስጋት ለኔ ብቻ ነው የሚገባው። እነተኛ ሙእሚኖች ከሆናችሁ ይሄን አድርጉ፣ ሙእሚኖች ካልሆናችሁ ግን ይፈልጋችሁትን ታረጋላችሁ፣ ቅጣቱም ይጠብቃችኋል ነው። ولا يجوز لاحد ان يخاف من غير الله خوف العباده اذا اينتون يمتنانس يا اكبروت يا مالاقنا يا مودد املكوت ليو لباوي املكوت نهي فرحات الناس سقات كالله وجه الى لمانኛውም አካል ማድረግ አይፈቀድም። كأن يخاف مخلوقا أن يصيبه بما شاء من مرض أو فقر أو موت ونحو ذلك بقدرته ومشيئته سو يو براسو يهون كالله وجي اللي مانن يوم أكال براسو مولو في اللاقوة الناو الثاني أدقى يبشت أدقى يدهنت أدقى يموت أدقى عند أجر سبين بلو مسقات مفرات أي فكر يهي الله نبرتنا ونا. فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك يزي عينتن فرحات يمي فراو كالله وچي ليلة أتشا درقو عزام دو كيازة هي مشرك نمي ببالو. وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم أقاراويان ملك تنياو تلقوا باتشو يتقاوم واتشو يتقافت واتشو مياقارو سووش إيه نبر أمالك توتشاتشونا تاوتو تشاتشونا ينبراتشو سقات يزي عينتنا. قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه كسو وجهي كالله وجهي بالو تاكالوش لياسفرارو يمكرالو إلى الله عز وجل. وهذا واقع من عباد القبور والأولياء بتعام بمياسا زن ملكو كابرن ميا ملكو وليوتن ميا ملكو سووش زن دمي قيني تتعباتنهين
فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد طاوتاتن ويما أولياهوتشن صالحوتشن دقاق يا الله باريهوتشن اللهم كمي لك اللهم لم يفرد بل كالله يباسم يفردتهم ندوم من دنم يلتان داني ولا جابات لجوني يقرفه با الله با الله سلاي سمامال بشيخوتشو سلو كشيخوتشو قالت تات الله ينوبلو بالتروني طلع ما ننك ما نبلت أفرع لببلو كالله يبلت شيخوتشو فرع أولياهوتشن فرع ملايكوتشن فرع كذي يبلت أبا الله لما قارت الله الله يسعياتهم أي تلك سوناتشو نعم تلك ناتشو ما نمالك لك كلم تلك أنتاتشو قلنا الله نعيك كلم كالله قاي ويدا الدرم الله نو كهل بلاي تلاك سبحانه وتعالى با الله سبال نفرات اللبت يهونيك أي وسدنا با الله مال سبال بك الله نملا بشيخوتشو مال إلا لاندانوتشو وين بتر تفر يزرقنا ترامد يلجهن آيات آنات متى يليين يفرل اندازي سيهون أي خلاص حقيقة وني ناقل كشيخوتشو قان دا يتطلع كولي يوتشو قان دا يتطلع كأربار قان دا يتطلع يهي أي تشالم يهي اندى الله أكوار اللي مرقو يازو كالله يبلت ماس بلت وني أسيال يهيم با الله لا يماك قارات ما يفك أدم الله يكالك كلو يهنو فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالوهين الناس سنة تفرو أن ينفروا أمان يوشكوناتشو ويخوفونك بالذين من دوني كسوج إبالو تاكالوش يسفر الروحة لندالو الله سبحانه وتعالى طيب هل التنجاو يا فرحات ان يسقات عينت تفت رأي من اللهم كالخوف من عدو وسبع وغرق فهذا لا يؤخذ عليه طيب ألات مفرات ان دا يتقع أورين مفرات ليبان دا يزرف مفرات ان دزيهم وهاوست سيقابا ان دا يتلك ان دا يستم مفرات يهي تقري اللهم لمن لأنه ليس محبة معه محبة وتعظيم وذلك للمخوف منه يهي أملكوت يعكبروت يوديتا منامنا للم فتفتره يهي سلميات أكاتكات مفرات كمهون ويتنسانه كما قال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام الله سأل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة قر أنديه لال فخرج منها خائفا يترقب كقبس أكر الجيق يسقان يفرع يتتأبابك يتتنكك ودعي لله فخرج منها خائفا بس أفرته ودع فرهات يهي تفطراوي فرحتنا كالجننه سويون اقول وسوسه وسط كالكتتو متتشنا ميوقز ايدلم يهي تشغر يلهم لا الله بتام هون اللبت اوري اندات فرا چلما اندات فرا يبال ما اندسو فرحاتو كن لاملكوت كدارغو ايتشالم گلصنا نغر كن نورمالي مفراتنا متنكك يهي تشغر يلهم ليلو يا عباده اين الثالثه الرجاء نو تسفا ما ادرك الرجاء مندنو المتضمن للذل والخضوع موارد متنانس يا لو يتسفى عين التسفى عندك لا يمطال يهي املكو تابي يونه يتسفى عينت نو كالله وجه لما ما كان ما درك ايتالم فيجب على المسلم ان يرجو رحمه الله ويحسن ظنه بربه ما ننيام مسلم من ما درك يتطبق بتال يا اللهن اذنت مفلق علبت تسفى ما رق علبت با الله لا يا لو قمت ان ترطاري يا مار مهون مجال علبت كما قال تعالى عن نبيه موسى عليه قال الله عز وجل الله من إلال فمن كان يرجو لقاء ربه كجيته وقامت قنانية تسفى يميا درق سو فليعمل عملا صالحا ملكا من سرى يسرى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بقيته وملكوت لي عندك ما قال عندك قال رأي لله سبحانه وتعالى إذن فمن رجى مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لك ليلتسو كدم استغاثة لي بل فتمرت لي إن دالنا مالتنا فطرانا الله نجي مهنن بما يتلو قد يتسفى يدرق بفطر لا فطرانا لا يتسفى ينوره سو لمستالي كمن يدعو الأموات متانن يميت أراي مثل أو غيرهم ويم ليلتشن راجيا حصول مطلوبه من جهاتهم النسو تسفاين يموالو اللينيان فاللاقوتين اللي يموالو اللين يتلالو بميل تسفاين يادرق سو فقد أشرك شركا أكبر كإسلام مياس والتاون يشرك كاينت برقتم فالسموال تقبر والنوم يبالو بتككل مالتنا قرآن النا حديث لم يسرد طيب فرهاتنا تسفان عند لاي مادرق ليت التايان وينبغي للمسلم أن يكون خائفا راجيا فرهات أنه تسفى ما درق أملكو تنبلنا لما منفس ما اللبت لا الله بيتشا طيب هلتم نقروش عند لا يمهير اللبات أملكو تاتشن اندي سمر
እንዲያምር ያምልኮት ማዕዘናት ናቸው ይሏቸዋል ዑለማዎች። አርካን አልዒባዳ ሶስት ናቸው፤ አላህን በፍርሃት በተስፋና በውዴታ ማምለክ። እነዚህ ሶስቶቹ በአምልኮት ላይ ወሳኝ ናቸው። አንዱን ብቻ ይዞ መሄድ ለቢድዓ ወይም ደግሞ ከእስላም ለመውጣት ይዳርጋል ይላል። طيب وينبغي للمسلم ان يكون خائفا راجيا ماننيا مسلم الله يفرى يميفرى تصفى ادراكي مهون اللبت فيكون عنده خوف من الله يبعده عن المعصيه مهون اللبت الله انسيا ملك ماننيا مباريا بهوت وست كونجل يميارقو فرحات لينور يقبل بقى الله عليه الله مفرات اللبت ويكون عنده رجاء لمولاه يدفعه الى الطاعه اندزيهم بتسفى منور اللبت بتسفى الله مملكه اللبت يهي بتسفى مملك لمن يقففال الله اندي جزاء الناس اسوال الله مفرات السلا اندان نمص يكلكلنا وانجل اندان فصم يقبال بالله لا تسفى متانس ملكام سرا لمسرات يا الناس اسال ሁለቱም ስለዚህ ያስፈልጋሉ። ዑለማዎች ምን ይላሉ? ከጀናሐ ጣኢሪን ልክ እንደ በራር ያመውራ ሁለት ክንፎች ነው ክንፎች ናቸው በዒባዳ ላይ ረጃእና ተስፋና ፍርሃት። قال تعالى الله عز وجل سلا ملكان باريوش سياورا من إلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بملكان نقر لا يشكرا الدم يرباربون ببنا ويدعوننا إنيان مما سألونا انديت رغبا ورهبا بمفراتنا بتسفا بكجالوتنا بكفتنا كجالوتنا بكفتنا فرهات لا يهنو إنيان مما سألونا ببنا وكانوا لنا خاشعين لن يمتنانا شوش نبرو إلى الله سلا ملكان ባሪያዎቹ ነቢያቶች ሲያወራ ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። وقال تعالى አሁንም ስለ መልካም ባሪያዎቹ ሲናገር ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? اولئك الذين يدعون እነዚያ እናንተ ምታመልኳቸው አካሎች እነሱ እኮ ራሳቸው አላህን የሚማጸኑ ናቸው። يبتغون الى ربهم الوسيله እንኳን እናንተን ሊያቀርቡ ይቅርና ራሳቸው ወደ አላህ የሚያቀርባቸውን የሚፈልጉ ናቸው። ايهم اقرب የትኛው የትኞቹ የበለጠ ወደ አላህን ቅርቦች እንደሆኑ ጭንቀትና يعني ዋና ጥበት ውስጥ ናቸው ራሳቸው። ወይም ደግሞ ايهم اقرب የትኛው መንገድ የበለጠ የትኛው ምልኮት የትኛው ተግባር ወደ አላህ ያቀርበናል ብለው ራሳቸው የሚጨናነቁ አላህን የሚማጸኑ ናቸው። ويرجون رحمته تسفاون እዝነቱን ተስፋ የሚያደርጉና ويخافون عذابه ቅጣቱን የሚፈሩ ናቸው እኮ ይላል ነቢያቶች እና እነዛ መልካም በጎ ሰሪ የምታመልኳቸው ወልዮች ويخافون عذابه قطعتهم يميفرونها بتسفانا اذنتهم تسفى يادرغو سرا يعني قطعتهم يفرون الله ان يجزوا يالو تراساتهم الى الله ان عذاب ربك كان محذورا يجيتها قطعت نقاق يمسفلغو نونا الله ان يفرو نبره الى انجدي تككلنيو املكوتي هنا الله سبحانه وتعالى مجزات يالبن بمندنو بفرحاتنا بتسفى محل تاجبن ሁለቱን ይዘን ሄደን መሆን አለበት። ፍራቻ ብቻ ከሆነ ተስፋ ያስቆርጠናል። ተስፋ ብቻ ከሆነ ወንጀል ሰርተን ዝም ብለን በተስፋ እንድንኖር ያደርገናል። በሁለቱ መሃል አላህን ካመለክን ግን ሚዛናዊ አምልኮት መፈጸም እንችላለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን በሁለቱም የአምልኮት ሚዛን ውስጥ ምንጓዝና ይሄን አውቀን ተረድተን ተግባራዊ ምናደርግ አላህ ያድርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም ኸይር ነገር ላይ ይርዳን፣ ከሁሉ ነገር መጥፎ ነገር ከመራቅም ያግዘንና ይርዳን። هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.